كتبوا قبل سنوات أن الشخص عنده زوجة وعنده أولاد، في الصباح الباكر أخرج أولاده من البيت بحجة، قال لهم روحوا إلى كذا مكان، وفي اليوم السابق له ذلك اليوم راح للمقبرة واشترى قبرين، بعد ذلك عرف واحد إله واحد لزوجته. لما أخرج أولاده، أولادهم كبار، إجا ذبح زوجته بعدين هم علق نفسه حتى يذبح نفسه، ولكن صدفة صارت، أولاده إجوا كذا، دخلوا البيت شافوا الباب مغلق، دخلوا البيت من فوق من وين شافوا معلق، نزلوا، بعد كان بيروح ما مات. المرأة أخذوها للقبر والرجل أخذوه للسجن. قبل أيام شفت أم عندها ولد عمره 6 سنوات، ولد بالسكين ذبحت ولدها، كانوا كاتبين هذا في شهر رمضان، هذا من شنو يصير؟ الغضب ما يضبط يصل إلى هذه المرحلة، أم تذبح بالسكين ولدها نتيجة الغضب، ولد عمره 6 سنوات. الغضب يدخل الإنسان في شقاء الدنيا والآخرة، يدخل الإنسان النار نعوذ بالله في الآخرة. الإنسان لازم يكون الغضب تحت أمره، مو هو يصير تحت أمر الغضب. هذا بحاجة إلى 3 أمور. أولا الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، يدعو إلهي أعني، إلهي وفقني، إلهي خليني أستطيع أنه أمسك غضبي أنا. الشيء الثاني التوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وابتغوا إليه الوسيلة، الإنسان يتوسل برسول الله، بفاطمة الزهراء، بأمير المؤمنين، بالحسن والحسين، بقية الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، بمولانا بقية الله عجل الله فرجه الشريف، يتوسل بهم، مو مسألة صغيرة، مسألة مهمة جدا. الأمر الثالث يعزم عزيمة، عزيمة تصميم، على قول الإمام الكاظم صلوات الله عليه كما في المأثورة عنه، إنما هي عزمة، تاء للمبالغة يعني عزم أكيد، يصمم على أن لا يغضب. إذا صمم، إذا عزم، عود كل في كل 100 مرة أفرض 5 مرات يغضب، إذا غضب هم لا يشتد، لا يتمادى به الغضب إلى أن يصنع الموبقات العظام. دعاء، توسل، عزم. صحيفة أعماله في يوم القيامة تكون نقاط الغضب في هذه الصحيفة أقل، نقاط الغضب ما تجر به إلى نعوذ بالله نار أعدها الله سبحانه وتعالى للظالمين. في الحديث الشريف في آخر الزمان، إذا رجل أو امرأة، إذا شخص يموت والملائكة يشوفون صحيفته بيضاء، صحيفته جيدة، موبقات ما بيها، الملائكة يتعجبون، يشوفون هذا شلون صار استثناء، هذه المرأة شلون صارت استثناء، شلون عبر هذه السنوات 50 سنة 60 سنة 40 سنة 30 سنة 70 سنة أكثر أقل
شلون قدر يتخلص من أسباب التخلص؟ أن يملك الإنسان غضبه.